هذا المجال صح، فبالتالي كل شيء صار عليه صعب. أعطيكم مثال، هذا أهم نقطة في هذا اللقاء كله، أهم نقطة في هذا اللقاء كله. أعطيكم مثال من أرض الواقع، من أرض الواقع. أحمد تأسس صح ومحمد ما تأسس صح، تمام؟ محمد اختار الطريق السريع، لو كان محظوظ واشتغل رح يضل زي ما حكينا، اشتغلوا اثنين بنفس الشركة. أحمد لأنه تأسس صح عم بيعمل التاسك بسرعة، محمد مش عم بيعمل التاسك بهذه السرعة، رح ياخذ أضعاف وأضعاف وقت اللي بياخده أحمد، تمام؟ لأنه هو مش متأسس، عم بدور على تشات جي بي تي، عم بدور على ستاك أوفر فلو، وبدور مش قادر يحل التاسك، فبالتالي التاسك اللي بتاخذ محمد يوم هذا بدها أسبوع، تمام؟ فبالتالي أحمد لأنه متأسس صح بيخلص التاسك تبعته بسرعة، بروح على البيت مرتاح، بروح على البيت مرتاح. هذا لأنه متأخر، بيجي مديره في الشغل بيقول له يا فلان أنت ليش متأخر، بيضل عليه ضغط نفسي، بيسهر للساعة 10 في الليل بالشغل وبروح على البيت معاه اللابتوب وبيشتغل، هذاك مرتاح. الشخص المتأسس صح معاه كل الوقت أنه يطور نفسه، هذا مضغوط بدك إياه يرجع كمان يتأسس فوق الضغط النفسي اللي موجود عليه بالشغل، هذا كلام فاضي. فعوارض إنه هو مضغوط نفسياً، بكره البرمجة، البرمجة صعبة ما بتطور فيها، كله كلام صحيح، لأنه ضعف الأساس هو السبب والمسبب الرئيسي.